دائرة الدراما الإذاعية تقدم رسائل الأزمنة القادمة. رسائل الأزمنة القادمة. رسائل الأزمنة القادمة. برنامج يبحث في آفاق المستقبل وعوالمه المبهمة. التأليف الدكتور طالب عمران. رسائل الأزمنة القادمة. الإخراج فراس عباس. حلقة اليوم بعنوان مفاجآت في رحلة الكشف. تنطلق مركبة فضائية ضخمة من الأرض صوب مجموعة ذات الكرسي التي تقع في مجرتنا، وقد اقتربت من الكوكب ديمو الشبيه بالأرض والذي يدور حول نجم بحجم شمسنا أطلقوا عليه اسم شمس 23 تيمنا باسم شمسنا، وهو النجم رقم 2 المشابه للشمس في مجموعة ذات الكرسي. كل النجوم الشبيهة بالشمس ومنها 22 شمسا أخرى اتجهت صوبها محطات فضائية ضخمة تحوي العديد من البشر في مهمة استكشاف الكواكب الشبيهة بالأرض واستيطان البشر فيها. تلك المركبة الضخمة المقتربة من شمس 23 في مجموعة ذات الكرسي كانت تسير بسرعة الضوء أحياناً، وأحياناً بسرعة أكبر في عبورها أنفاقاً دودية صغيرة تقلص الزمن. وقد مر على الرواد أشهر قليلة في كل هذه المسافات الهائلة التي قطعها، بينما مر على الأرض أكثر من 8,000 سنة. زلنا أدينا نتابع ما جرى لكوكب سارام، الكوكب الرابع في الترتيب حول شمس 23. القرص المدمج الرابع جاهز يا سيدي. ترى ماذا سيحكي لنا سيرو في هذا القرص؟ لم نتعود على هذه الوحشية، وقد تمكنت سفن الوزات بشكلها الغريب من الهبوط على كوكبنا سرام رغم مقاومتنا لها. كانت أوامر قادة الغزاة قصف المناطق السكنية التي بنيناها بصدورنا وعقولنا بكل وحشية، وبدأ الدمار يجتاح مناطقنا، ولكن كائنات ضئيلة تحيط بها القواقع دخلت جو الكوكب. يا حكيم العمالقة الأكبر سيرو،
جئنا لمساعدتكم في ترحيل نماذج حضارتكم من مبدعين وعلماء وعوائل شابة وفتية متفوقة من أجل إنقاذ بقايا حضارتكم الكبيرة. أنتم كائنات ضئيلة يا كيدو، كيف تستطيعون اختراق خطوطهم الدفاعية وهم متماسكون في كل كائناتهم العدوانية المدججة بالسلاح والبرمجة الذكية؟ بدا إخوتنا في النفوذ إلى الكوكب، استغلوا أنتم فرصة عراكنا معهم في تهريب نماذجكم المتفوقة بسرعة. ماذا يجري؟ كيف نزلت تلك القواقع إلى محطاتنا؟ إنهم يخترقون بسهولة دفاعاتنا. اتركوا سكان الكوكب لبعض الوقت، هم ضعفاء ونحن لنا الغلبة عليهم رغم أجسامهم العملاقة. وتابعوا هذه القواقع الصلبة التي تخترق دفاعاتنا. أوه، ماذا يجري؟ كأن قذائف صلبة تصيب قادتنا. نحن نتعرض لاجتياح من قواقع صلبة لا يؤثر بها السلاح، شديدة القدرة على المناورة والهرب من القذائف. شغلوا كل الأسلحة الحارقة الليزرية لتدمير هذه القواقع. خلصتنا يا كيدو من حصارهم للبقايا التي تشكل حصيلة حضارتنا مع مبدعين كبار بقوا أحياء. لا تتأخروا في البحث عن مأمن بسرعة وانطلقوا بعيدا. أنتم أذكياء أيها العمالقة، ستعثرون على وطن جديد. نحن ممتنون لكم أيها العزيز الضئيل كيدو، ممتنون لكم ولقومك الذين ساعدونا وقد تمكنوا من قهر الغزاة. أيها العزيز سيرو، ابحثوا عن وطن جديد يا أصدقاء العمالقة، فلا وقت لديكم. سيروي لنا كيف عثروا على وطن جديد لم ينتهي القرص المدمج بعد. تلك القواقع الغريبة كانت سببا في إنقاذ ما تبقى منه. كان كويكبا ضخما من بقايا الكوكب المنفجر الذي كان عليه أجدادنا، وتمكنوا من الهرب منه قبل أن تقع الحرب الكارثية بين القوى المتصارعة التي تملك أسلحة الدمار الشامل دون أن تهتم بالنتائج الكارثية على جنسنا. ولولا بعض حكمائنا لكان إنقاذ البقايا غير ممكن. إن القرص المدمج يظهر كيف حطوا على الكويكب الضخم، وحتى يستوعب من نجح بالهرب منهم فتحوا أنفاقا ضخمة حطوا فيها كل تراثهم. شعب أنقذ تراثه بالحكمة وبمساعدة تلك الكائنات التي ترتدي ألبسة أشبه بالقواقع. وسيروا الكويكب كأنه محطة ضخمة في طريقها إلى الكوكب السابع التابع لشمس 23. كم يجب أن نتعلم من الدروس التي قدموها. ولكن تاريخ الكائنات الذكية المغلفة بالقواقع لم نعرفه بعد، ربما يقدم لنا دروسا أخرى. الكائنات شبيهة بالبشر ولكنها قصيرة القامة مفلطحة الرأس وتتمتع بذكاء كبير.
أنا المهندسة لارا، مهندسة البرمجيات يا سيدي، من الستة الذين استيقظوا من سباتهم. أهلا بك يا لارا، أنت صغيرة السن، في العشرين من عمرك. هكذا تؤكد معلوماتي؟ نعم يا سيدي، ستجتمع بنا أنا والباقي من الستة؟ بالتأكيد، سأذهب ومساعدتي دينا إلى القاعة المجهزة بكل ما فيها من معلومات حول كوكب ديمو لنجتمع بكم. سأعلمهم يا سيدي. سبق أن أوصلت لهم هذه المعلومة يا مهندسة لارا، هم في طريقهم إلى الاجتماع في القاعة. شكرا لك يا نادو، أتذكر اسمك جيدا. بالتأكيد ستتذكرين، لولا انتباهي اليقظ لقذفنا النفق إلى مجرة أخرى. معك حق، لولاك يا نادو لقذفنا النفق الدودي إلى مجرة أخرى. أنت كائن شديد الذكاء، والفضل يعود إلى برمجتك الخارقة. بروفيسور عاين، نحن ننتظرك في القاعة يا سيدي. أنا قادم يا زامو، هيا إلى الاجتماع. هيا. كانوا يجلسون في مقاعدهم متيقظين لسماع التعليمات التي سينفذونها في الطريق إلى ديمو، ثم للهبوط فوقه بعد اكتشاف بعض أسراره عن بعد. تأملهم عايد بدقة، كان كل منهم يحمل رقما على صدره وتحته اختصاصه، وكان الآلي زامو يقف قرب الدكتور عايد. أنتم الآن بوضع صحي جيد وانتباه كامل لما سوف أخبركم به، وهو يتعلق بوضعنا الآن في المحطة الضخمة، وقد تجاوزنا أخطارا كثيرة ونجحنا في الإفلات من أفخاخ الحلقات المغناطيسية التي تغلف بعض الكواكب والأجرام. نعم يا دكتور. حسنا سيدي، آسف للمقاطعة، التقطنا إشارات ترجمناها من المحطات المنطلقة صوبنا من الكوكب سارام. إشارات من الكوكب سارام؟ سوف أحدثكم فيما بعد عن قصة هذا الكوكب سارام، الرابع في ترتيب البعد عن شمس 23، النجمة الشبيهة بشمسنا. قل يا زامو، ما هي هذه الإشارات؟ سأبثها يا سيد. لا وجهه إلى يكون حيوان تحقق كائنها الحق. الحق نتوجه إلى يكون أيتها الكائنات العاقلة التي تسمعنا، أنقذونا من الموت، نحن نتعرض لمجازر لتفني بني جنسنا، نرجوكم، نحن نباد من قبل متوحشين هاجمونا في كوكبنا الهادئ. لحظة يا زامو، أوقف التسجيل، اسمعوا جيدا، هذه رسائل من جنس شرير من الكائنات العاقلة، قضى على سكان كوكب سارام مستخدما هذا النوع نفسه من الرسائل. أنا سامو يا سيدي، اختصاص كائنات حية مجهولة المصدر، كنت أستاذي في مركز البحوث، قد تكون هذه الرسائل صادقة. سأشرح لكم بعد قليل قصة سارام الحقيقية ومن كان يسكنه من العمالقة الأذكياء الذين اتصلوا بنا وأطلعونا عبر أقراصهم المدمجة ثلاثية الأبعاد عن الأحداث المأساوية التي مروا بها. هذه رسائل تستجدي منا التدخل للنفوذ إلينا وتدمير سفينتنا الضخمة. أنا آسف يا سيدي،
لم أكن أعرف هذه التفاصيل. لا بأس يا سامو. تمكنت أجهزتنا الخبيرة من النفوذ إلى إحدى المحطات يا سيدي. سجلنا الحوار الذي دار فيها. أتريدون سماعه؟ لا بأس يا زامو، لا بأس. حسنا يا سيدي، استمعوا جيدا. حسنا. يجب أن تقتنعوا بنداءاتنا. هؤلاء الغرباء القادمون من فضاء بعيد لا نعرف مصدره، يجب تدميره. نحن سنتابع توجيه رسائل التوسل واستجداء التدخل حتى نخدعهم، ثم ندمر سفينتهم ومن فيها. نعم نعم، نحن أسياد هذه المنطقة، ولن نسمح لأحد بالنفوذ إليها إلا إذا رضخ لنا. نحتاج لعبيد ونحن الأسياد. لا مكان بيننا للغرباء إلا للعبيد. أوقف التسجيل يا زامو. هذه الأصوات التي تسمعونها موجودة عندنا، وهي الأصوات نفسها التي استجدت سكان سارام ثم دمرت كوكبهم وسيطرت عليه. هذا صحيح يا بروفيسور عايد، الأصوات نفسها التي تركها لنا سيرو كبير حكماء كوكب سارام قبل الاجتياح. أرجوك يا سيدي، نريد سماع القصة لأنها شديدة الأهمية. نعم يا سامو، شديدة الأهمية فعلا. سألخص القصة. عندما أنتهي ونتفق على الخطوات المقبلة لمهمتنا، يمكن الاطلاع على تسجيلاتها كاملة. لا بأس يا سيدي. حسنا. حكى لهم عايد عن سكان سارام العمالقة وعن الكائنات التي ترتدي ألبسة أشبه بالقواقع، واستمع إلى استفساراتهم وشرح كل ما رغبه بعضهم من تفصيلات. وهو في انشغاله بذلك وصله صوت سيرو على جهازه الخاص المشفر الذي لا يستطيع أحد اختراقه. بروفيسور عايد، نحن في الكويك بداخل أنفاقه التي حفرناها، نراقب الفضاء المحيط بشمس 23 دون أن نغفل عن كوكبنا سرام الذي احتله الأشرار السفلة. سمعنا نداءاتهم لكم من نجدة وإغاثتهم من الموت والدماء بأصوات بعض زعمائهم نفسها. نعم يا سيرو، سمعنا ذلك، وعرفنا صوتين تكررا في أقراصكم المدمجة لاثنين من قادتهم، رجل وامرأة. إنهم يتابعونكم، وكوكب ديمو فيه غلاف جوي صالح لكم لكنه مميت لهم، فهم يتنفسون الغازات السامة بالنسبة لكم،
وعندما تختلطون بهم ستموتون باختناق مرعب. جو كوكب ديمو مميت لهم؟ نعم يا صديقي، انتبهوا جيدا، وسائل مكرهم وخديعتهم كثيرة، يجب عليكم الحذر. نحن نتابع كل شيء وسنعمل على مساعدتكم. شكرا لك يا صديق نسير الحكيم. لدينا إذن يا بروفيسور معلومات مهمة عنهم. لماذا لم يستخدم سيرو وبقايا حضارة العمالقة هذه المعلومات لقتل أولئك الأشرار؟ لأنهم كانوا يبحثون عن نجاة من تبقى منهم، ولولا كائنات القواقع لم ينجحوا في الهرب بعيدا عن سارام المحتل. ألا نستطيع إطلاق الغازات التي نستنشقها في أجواء سارام للخلاص منهم؟ هذا اقتراح يا سيدي، بعدما سمعنا تلك الرسائل من الحكيم سيرو. سنفكر بالأمر، لكن مهمتنا الحالية تقتصر على الهبوط فوق ديمو وسبر أغواره، فحتى الآن رغم تقنيتنا العالية لم نعرف تفاصيل جوه وتضاريس بره وبحره. نعلم أنه شبيه بالأرض بدرجة عالية، لكن التفاصيل غائبة عنا. لهذا جمعتكم بعد استيقاظكم من السبات للبدء بإرسال محطة محمية من كل الأخطار لتهبط على الكوكب بعد أن تدور حوله ونحن معها أولا بأول. سيدي، هناك رسالة جديدة من أولئك الأشرار؟ نعم يا سيدي، هذا هو تسجيلها الكامل. أيتها الكائنات الجسورة، نحن نموت، نرجوكم أن تردوا على رسائلنا. هل تستطيعون إنقاذنا؟ أخبرونا نرجوكم. نحن جنس ينقرض، نموت بالتدريج، أي يمكنكم إنقاذنا؟ أرسلوا لنا رسائل بلغتكم لنعرف الرد. انتبهوا جيدا، لا تواصل معهم، لا أجوبة منا. يريدون معرفة الموجة التي سنبث بها رسائلنا، فمنها سيخترقون سفينتنا. انتبهوا جيدا، نفذ هذه التعليمات يا زامو واجعلها مشفرة حتى لا يصل إليها أحد أولئك الأشرار شديدي الخبث، ولن نترك لهم مجالا للوصول إلينا. حاضر سيدي. ولن ندرس شيئا عنها يا سيدي، أقصد عن تلك الكائنات العدوانية؟ لا يا سامو، انتبه جيدا، لدي الكثير من المعلومات عنها، ولكن لنغلق كل النوافذ التي يمكن أن يصل إلينا منها. حاضر يا سيدي. وأتمنى دراسة مقترحي حول الغازات التي يمكن إطلاقها صوبهم وهم متمرسون بسارام. سنؤجل ذلك يا لارا. اقتربت السفينة الأرضية الضخمة من الكوكب ديمو، وأخذت تدور حوله بمسار دائري أبعد بقليل من مسار القمر الأكبر حجماً في سماء ديمو. ولم تتوقف نداءات المحطات الغريبة من الأشرار الذين احتلوا كوكب سارام وقضوا على حضارته العاقلة. كانت نداءاتهم تستخدم لغة البكاء والنحيب وأصوات الصراخ الهستيري، ومن ثم بدأ الغضب في لهجات رسائلهم إلى السفينة الأرضية.
أيتها الكائنات الحقيرة التي لن ترد على نداءاتنا، سنعرف كيف نصل إليكم وندمركم حتى القضاء عليكم. نعلم أنكم تتلقون رسائلنا، لماذا لم تردوا؟ أليس في لهجتنا التوسل والرجاء بل والبكاء والنحيب؟ ونحن نعاني ما نعانيه داخل كوكب تهاجمه كائنات عدوانية. سوف تهاجمكم الكائنات التي هاجمتنا وستقضي عليكم وسنكون سعداء ونحن نرى كيف تبادون إبادة شاملة. ستتوسلون إلينا لنرجو الكائنات التي هاجمتنا أن ترأف بكم. أيها الأغبياء التافهون. كشفوا عن حقيقتهم رغم أنهم ما زالوا يحكون عن الكائنات التي هاجمتهم. عسى أن نخطئ ونرد على رسائلهم. ألقينا ونادوا كخبيرين بكل تقنيات السفينة درعا من الحماية، وبعد قليل ستختفي السفينة عن أنظارهم. وكيف سنرسل محطة إلى ديمو؟ ومن الذي سيكون داخلها؟ قلت يا سيدي إنك سترسل رائدي فضاء، هل حددتهما؟ هل طبقت تقنية الاختفاء يا زامو؟ نعم يا سيدي، بمساعدة نادو أصبحت السفينة مختفية، ولكنها قادرة على تلقي الرسائل من أصدقائنا من سيرو ومن كيدو. عظيم عظيم، ستكونين يا لارا أنت وسامو من يهبط في المحطة الصغيرة. ماذا؟ شكرا شكرا لك، سنجهز نفسينا يا سيدي. أنا سعيد يا لارا بوجودي معك. وأنا سعيدة أيضا يا حبيبي. من سجلات رواد السفينة، فمن هم في مرحلة السبات أو من السنة الذين أيقظهم عايد فيها؟ عرف البروفيسور قائد السفينة بأن حبا يربط بين لارا وسامو، لذلك اختارهما ليكونا في المحطة الصغيرة التي ستهبط على الكوكب ديمو. وهذا ما أسعد الشابين اللذين بدت عليهم الحماسة لتنفيذ المهمة. سيكونان أكثر اهتماماً بالمهمة والبعد عن الخطأ وحرص كل منهما على الآخر يا دينا. فهمت يا سيدي، وهو اختيار موفق. هي مهندسة ومبرمجة عالية الكفاءة، وهو خبير حياة، كان تلميذاً نجيباً في صفوف تلاميذك. المحطة الصغيرة ستجهز خلال أقل من ساعتين يا سيدي حسب توقيت السفينة، وسنجعلها تختفي أيضا، ولكن ليس عن عدساتنا المتابعة لكل ما يجري في الفضاء المحيط بديمو. عظيم عظيم يا نادو. سيدي، هناك رسائل تحية من كيدو، هل نبثها؟ سجلناها قبل قليل. لا بأس لا بأس، أسمعنا هذه الرسالة. تحيتنا إليكم يا بروفيسور،
أنتم أذهلتمونا بقدرتكم على التخفي. يبدو أنه وصل إلينا ببثه، ولكن لا يعرف أين نحن. هو فهم أن اختفاء سفينتنا مبرمج. لنستمع أيضا لما يقوله. حسنا يا بروفيسور. الكائنات الشريرة في كوكب سارام اعتقدت أن عاصفة مجهولة من عواصف شمس 23 ابتلعتكم، وهم فرحون بذلك. ما دمتم مختفين لن يصلوا إليكم. تابعوا تقنية الاختفاء يا سيدي، ونحن معكم. نتمنى لكم الأمان والسلامة. أرسل له نبضة خاصة يعرفها. لن يستطيع أحد استقبالها سوى هو أو كائناته المقربة. نبضة تحية. حاضر سيدي. انشغل العاشقان بترتيب المحطة التي جهزها الآلي نادو، وأصبحت جاهزة للانطلاق. أعتقد أن البروفيسور عايد عرف بقصة حبنا؟ هو رجل عبقري، بالتأكيد يعرف ذلك. أراد أن يجمعنا معا. يا إلهي، كم أحب هذا الرجل. لم أعرف في حياتي رجلا أكثر نبلا منه. هو رجل استثنائي، وقد كنا سعيدي الحظ لأنه قائد سفينتنا. أصدر أمراً بأن تظل محطتنا مختفية عن رصد الغرباء. هذا أفضل يا حبيبتي. كم أنا سعيد بوجودي معك. لو تعلمين مقدار الحب الذي يكنه قلبي لك يا لارا. أعلم ذلك، وأعتقد أن البروفيسور عايد يضمر أمراً ما نحونا. لم أعرف كنهه بعد، هذا ما قرأته من عيني مساعدته دينا. بالتأكيد سيكون أمرا لمصلحتنا يا لارا. نعم يا حبيبي، بالتأكيد لمصلحتنا. أنتما جاهزان أيها الشابان؟ نعم يا سيدي. نعم. أعلم أن مسؤوليتكم المشتركة ستكون مضاعفة في الاهتمام بالمهمة الموكلة إليكما. أنتما من اختصاصين يكملان بعضهما. معك حق يا سيدي. وأنا أثق بكما ثقة مطلقة. حددت ساعة الانطلاق يا سيدي؟ نعم، وسأعلمكما بها بعد قليل. التقطنا صورا ثلاثية الأبعاد بتقنية الفيديو للكوكب ديمو يا سيدي، هل تريد رؤيتها؟ نعم يا زامو. سأبثها لك حالا. لا بأس لو راقباها معي وهما في طريقهما إلى هناك. نعم. الكاميرا الليزرية دخلت إلى أجواء الكوكب يا سيدي. لا بأس يا زامو، لا بأس، أنا أتابع. تبدو الصور المتحركة دقيقة. ها نحن ندخل
أجواء الكوكب ديمو، يبدو عن بعد 200,000 كيلومتر، أشبه بالأرض. كوكب أزرق، القمر الأكبر في الجهة الأخرى من الفضاء. نحن نقترب أكثر من الكوكب بحركة سريعة، التقريب دقيق ومضاعف السرعة. ها، نصل إلى بعد 100,000 كيلومتر، الكوكب يزداد وضوحا بزرقته، الكاميرا تزداد اضطرابا. إنه يشبه كوكب الأرض كثيرا يا سيدي. لم نعرف بعد في أي حقبة من الأحقاب هو له. عندما تقترب الكاميرا قربا كافيا يمكن معرفة ذلك. هل تغلغلت الكاميرا الليزرية في غلافه الداخلي يا نادو؟ نعم يا سيدي، نحن نقترب منه، تزداد سرعة اقتراب الكاميرا. إنه يقترب منا، العدسة على بعد 10,000 كيلومتر، 9,000 كيلومتر، 8,000 كيلومتر، 7,000 كيلومتر. يا للروعة، يا للروعة، الصورة دقيقة ومذهلة. 5,000 كيلومتر. نحن نصل إلى الغيوم السابحة في سمائه، الكاميرا تدخل مناطقه الشمالية، تبدو الغيوم كثيفة، الكاميرا تخترقها، هناك البحيرات في الصورة حولها غابات، الكاميرا تقترب من سطح الكوكب. إنها أحياء تتحرك. نعم، سنرى تقريب الكاميرا لها. تلك الأحياء واضح أنها أشبه بالتماسيح الضخمة. بل هي أشبه بالديناصورات. هذه الأحياء السابحة في البحيرات مختلفة الشكل، درجة الحرارة عالية، تصل إلى 70 درجة مئوية في هذه المنطقة. هل هو عصر الزواحف على الكوكب؟ عصر الديناصورات والمخلوقات الأخرى؟ أليس من تواجد عاقل على الكوكب؟ إن قارناه بكوكبنا لن تظهر الكائنات العاقلة. الكاميرا تنتقل إلى الشمال، هناك بدايات للجليد، درجة الحرارة تختفي كثيرا، هناك غابات صنوبرية وغابات من أشجار التوندرا، حيوانات ضخمة تشبه الدببة، ولكنها ليست دببة، طيور ضخمة تظهر. ما هذا؟ كأنها طيور ثديية أشبه بالوطاويط. أمعقول هذا؟ ستكون مهمة سامو ولارا صعبة في الهبوط على هذا الكوكب، ولكنهما مجهزان بكل ما يلزم لنجاح مهمتهما. أعلم ذلك، ولكني أتحدث عن صعوبة المهمة في كوكب غامض. لماذا لم تدعهما لرؤية هذه التفاصيل يا سيدي؟ سيطلعان بالتأكيد على هذه التفاصيل قبل رحيلهما. هل أتابع الوصفة يا سيدي؟ نعم، تابع يا نادو، لا بأس.
الشمال في الكوكب كما الشمال القطبي عندنا، ولكن أشكال الحياة تختلف، ومساحة القسم المتجمد ليس كثيرا. الآن تهبط الكاميرا الليزرية نحو الجنوب. هناك قطعان تشبه الوعول تظهر في الغابات. الكاميرا تقترب من الغابة. أشكال الحيوانات المتوحشة ليست بعيدة عن أشكال الحيوانات المتوحشة على الأرض. ربما كان الكوكب في الحقبة الرابعة ولا نعلم هل هناك كائنات عاقلة فوقه أم لا. سيكون الفصل في هذه القضية عند سامو ولارا. سيكون أمامهما الكثير من التحديات. معك حق يا دينا، معك حق. وكانت هناك مفاجآت أخرى في سبر الكاميرا اللازرية لأجواء الكوكب ديمو الشبيه بالأرض. نلتقي في الحلقة المقبلة مع رسائل من الأزمنة القادمة. إلى اللقاء. كانت حلقة اليوم بعنوان مفاجآت في رحلة الكشف. في الأسبوع المقبل نلتقي مع رسائل الأزمنة القادمة. وتحية من الدكتور طالب عمران والمخرج فراس عباس.